سخروا منها ولم يعلموا أنها مريضة بمرض خطير. كانت تبكي كل يوم لأن مرضها غير قابل للشفاء. ما هي القصة الحزينة للممثلة التركية الشابة هازال كايا؟ عندما كانت هازال مجرد طفلة في السابعة من عمرها انفصل والديها. تخلى أبوها عن مسؤولية تربيتها وذهب للزواج من امرأة أخرى. اضطرت هازال للعيش مع والدتها التي ضحت بكل شيء من أجلها، حيث قامت بالعمل بجد لكي لا تجعل ابنتها تشعر بأي نقص أو فرق في ظل غياب والدها، كما قامت بإلحاقها بمدرسة خاصة ذات مصاريف غالية لكي تحظى بتعليم جيد. في المدرسة تعرضت هازال للسخرية المتكررة من زملائها بسبب قصر قامتها، ففي الثانوية كانت تبدو وكأنها طفلة صغيرة بسبب طولها القصير. ذلك الأمر جعلها تشعر بالاكتئاب وانعدام الثقة طوال فترة مراهقتها. حينها نصحتها والدتها أن تجرب الانضمام لمسرح المدرسة لكي تكتسب بعض الثقة، وبالفعل في المسرح شعرت هازال أنها أقوى شخص في العالم بأسره. كانت تقوم بالتمثيل على المسرح أمام مئات الناس دون خوف أو قلق. لقد اكتشفت أن التمثيل هو ما يجعلها تنسى كل مشاكلها وتشعر أنها على قيد الحياة. بعد التخرج من الثانوية استطاعت هازال الحصول على الدور الذي سيغير حياتها للأبد. ذلك الدور كان في المسلسل التركي المشهور العشق الممنوع. حظي المسلسل بشعبية ضخمة في تركيا والوطن العربي في فترة قصيرة، كما اكتسبت هازال الملايين من المعجبين بسبب موهبتها وقوة أدائها. بعد انتهاء المسلسل انهالت عليها الكثير من العروض لتمثيل العديد من الأفلام والمسلسلات، حيث استطاعت التألق مجدداً في مسلسل فريحة الذي حقق نسبة مشاهدة عالية داخل تركيا وخارجها. ظنت هازال أن الحياة ابتسمت لها أخيراً، ولكنها لم تكن تعلم أن الأسوأ قادم. قام الأطباء بإخبارها أنها تعاني من مرض السكري وأن حالتها خطرة. في خلال أشهر قليلة ازداد وزن هازال بشكل ملحوظ للغاية بسبب المرض. الكثير من الناس بدأوا بالسخرية من وزنها الزائد ووصفوها بالنجمة البدينة، ولكنهم لم يعلموا بشأن مرضها وبأنها تتألم عند سماع تلك السخرية عليها، كما أنها لم تعد تستطيع تناول الطعام بشكل طبيعي مثل بقية البشر لعدم تدهور حالتها. اضطرت هازال في النهاية إلى اعتزال التمثيل تجنباً للإحراج، لكنها لم تستسلم وقررت أن تخضع للعلاج لكي تعود مجدداً للتمثيل. فبعد حمية غذائية قاسية وعامين من العلاج في أمريكا استطاعت العودة مجدداً. رغم أنها لم تشفى حتى يومنا هذا من المرض، إلا أنها أصرت على الاستمرار في التمثيل، وبالفعل عادت هازال أقوى من قبل وأثبتت نفسها كفنانة ذات موهبة عظيمة. وبينما ظنت أن الأمور أصبحت بخير حدث ما لم تتوقع، حيث علمت أن والدتها أصيبت بمرض السرطان وأن حياتها في خطر. حينها قررت هازال إيقاف أي شيء والوقوف بجوار والدتها صاحبة الفضل الأول عليها، ونشرت صورة لها وهي تقوم بحلاقة شعر والدتها على الإنترنت لتظهر دعمها وحبها لأمها. في النهاية استطاعت والدة هازال وبمساعدة ابنتها هزيمة ذلك المرض الخطير. ومؤخراً فقد اكتشفت هازال أنها حامل بطفل من زوجها، لذلك قامت بإلغاء الحمية التي تتبعها لكي يحظى الجنين بالغذاء الكافي. وللأسف فإن ذلك أدى إلى زيادة وزنها وحجمها بشكل غير طبيعي. لحسن الحظ فقد استطاعت هازال إنجاب الطفل بسلام وبصحة جيدة، كما تمكنت من استعادة جسدها النحيف مجدداً بعد حمية طعام قاسية، حيث عادت من جديد للتألق في العديد من الأعمال الفنية الضخمة، مثل فيلم منتصف الليل في قصر بيرا من إنتاج شركة نتفليكس. لقد أدركت هازال بعد ولادة طفلها أن رأي الناس عنها غير مهم إطلاقاً، فمهما حاولت إرضائهم بكل الطرق سيظلون يتحدثون عنها بالسوء. لذلك هي لم تعد تهتم بأي شيء سوى سعادة نفسها وعائلتها. Yeah, I'm gonna be our last time, so...
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى وضع لايك واشترك في القناة لتتوصل بكل ما هو جديد.